يلا يا محمد عجل، بعد 5 دقايق اعلان نتائج. بدنا ادوات موسيقية. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي. تحلمي بدك تعمل فرقة موسيقية وتغزل في هذا الوقت؟ والله انك مجنونة. انت بتقدر تعمل اكتر من هيك. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمة، ماشي؟ الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج عرب ايدل. أنا لازم أروح مصر. أنا لازم أطلع من هذا المكان قبل ما يخلص علي. شو هالمخاطرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. نوزع كل التذاكر. سألوا هارم من الساعة 6. الناس صلوا هون على الساعة 6 من يومين. إذن من عندك. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. أمل أنت لازم تعرف. وهلا بدنا ننتقل.